أعزائي المشاهدين، بالمحبة والشوق ألقاكم مرة أخرى. لكل أمة رموزها وأعلامها، وكذلك للمسيحيين رموزا وأعلام، أناس ضحوا بحياتهم من أجل إيصال كلمة الله وخلاصه للبشرية. كانت المحبة وقودهم ودافعهم الوحيد في رحلتهم إلى العالم. لم يحملوا سيفا ولا خنجرا، بل كان سلاحهم إيمانهم بأن الله معهم. لم ينشروا حربا بل سلاما، لم يغزوا دولا بل غزوا قلوبا واحتووها، لم يدمروا ممالكا وحصونا بل دمروا الحاجز بين الله والناس بنشر بشارة الخلاص. لم يربحوا سبيا ولم يغنموا ذهبا، بل حرروا الناس من قيودهم فغنموا محبتهم. مجانا أخذوا ومجانا أعطوا، لم يعطوا ذهبا أو فضة، بل أعطوا باسم المسيح حياة أبدية. لم يملكوا شيئا، ولكن كانت نعمة الله تكفيهم. آسروا الناس لا بالقيود، ولكن بمحبة الله وقوة إيمانهم. أعزائي المشاهدين، يسرني أن أخصص هذه الفقرة للحديث عن رسل المسيح وتلاميذه، بل وأقرب الناس إليه. نتعرف على رموز وشخصيات مسيحية لم يعد العالم بعدهم كما كان. نسمع كثيرا عن حواري المسيح وتلاميذه الاثنى عشر، ولكن من يكونون وما هي أسماؤهم؟ فمن بين عدد كبير من الناس كانوا حول المسيح في حياته، لم يختر منهم المسيح إلا 12 شخصا ليكونوا تلاميذا له ورسلا يكرزون ببشارته، وهم سمعان الملقب ببطرس وأخوه أندراوس، يعقوب ويوحنا، فيلبس وبرثليماوس، متى وتوما، يعقوب بن حلفي وسمعان الذي يدعى الغيور، وكذلك يهوذا أخا يعقوب، وأخيرا يهوذا الإسخريوطي. اختارهم المسيح على عدد أسباط بني إسرائيل الاثنى عشر، وبعد قيامته أرسلهم إلى العالم كله. وكان من أول ما عملوه انتخاب ماتياس رسولا بدلا عن يهوذا الإسخريوطي. أما الرسول بولس فقد اختاره المسيح بنفسه حين كان قبل ذلك من أشد الناس اضطهادا للمسيحية. ونبدأ بالتعريف أولا بالرسول بطرس أو الصخرة. لقد ولد ونشأ في بيت صيدا بالجليل، وكان يعمل صيادا للسمك حين دعاه السيد المسيح أن يترك الشبكة ويتبعه، فأصبح من حينها قائدا لبقية الرسل. ولقد جاء ذكره كثيرا في الأناجيل الأربعة لقوة علاقته بمعلمه، وربما أكثرها شهرة عندما سار برفقة المسيح على الماء. ويعتقد إنه قتل صلبا بيد الرومان مقلوبا رأسا على عقب، إذ أنه لم يرى نفسه مستحقا أن يموت بنفس الطريقة التي مات بها المسيح، كما ينسب له رسالتين من رسائل العهد الجديد. وكان لبطرس أخا يدعى أندراوس، وهو أول من دعاه المسيح ليتبعه، وكان قبل ذلك تلميذا ليوحنا المعمدان، أو كما يعرف بالنبي يحيى. وقد كان من أكثر التلاميذ قربا للمسيح، وقد قام بالتبشير في آسيا الصغرى وما حولها. ويعتقد بأنه قتل مصلوبا في اليونان، وكان صليبه على حرف إكس. أما فيلبس فكان كذلك من سكان بيت صيدا كبطرس وأندراوس، وله عدة مواقف يذكرها إنجيل يوحنا، ويعتقد بأنه مات ودفن في مدينة هيربوليس، كما كان يبشر في الجليل ثم بلاد اليونان وسوريا وفرجيا، كما كان يعقوب بن زبدي من تلاميذ السيد المسيح أيضا، وقبل ذلك كان تلميذا ليوحنا المعمدان، وكان يعمل في الصيد حين دعاه المسيح أن يتبعه، فترك كل شيء وأصبح من تلاميذه. وقد قتل بالسيف بسبب إيمانه سنة 44 ميلادية بأمر من الملك هيرودس.
أما يوحنا بن زبدي فهو أخو يعقوب، وكان يعمل في الصيد مثل أخيه، وكانا عند المركب مع أبوهما عندما دعاهما السيد المسيح لاتباعه، فتركوا كل شيء واتبعوه، كما يلقبان بأبناء الرعد. كما يعرف أيضا بيوحنا الحبيب أو الإنجيلي، فهو كاتب إنجيل يوحنا، وتنسب إليه كذلك ثلاثة رسائل من العهد الجديد وسفر الرؤية أيضا. ويعتقد بأنه الوحيد الذي مات طبيعيا من بين التلاميذ، كما يعتقد بأن قبره موجود في مدينة سيجوك بتركيا. وكذلك كان بارثنيماوس هو الآخر من تلاميذ السيد المسيح وأحد أصدقاء فيليبوس، ويعتقد بأنه انطلق بعد صعود المسيح للتبشير بالمسيحية في الهند وأرمينية، ويقال بأنه قتل بأرمينية، وقبل أن يقتل سلخ جلده وهو حي ثم صلب مقلوبا. أما يعقوب بن حلفي أو يعقوب الصغير فكان أحد تلاميذ المسيح أيضا، وكانت أمه تدعى مريم، وهي من النساء اللواتي كنا يرافقن السيد المسيح لخدمته. ويعتقد أنه مات مقتولا بيد اليهود أو مصلوبا في جنوب مصر. وكان ليعقوب أخا يدعى يهوذا، وهو كذلك من تلاميذ المسيح أيضا، ويعتقد بشكل كبير بأنه أحد التلاميذ الذين أدخلوا المسيحية إلى أرمينية. وقد قتل سنة 65 للميلاد، وتنسب له رسالة يهوذا في العهد الجديد من الكتاب المقدس. أما متى الإنجيلي واسمه لاوي بن حلفي، والذي ينسب إليه إنجيل متى، فكان من كفر ناحوم، وكما كان يعمل عشارا أو جابي ضرائب، تلك المهنة المحتقرة لدى اليهود، ولكنه ترك كل شيء واتبع المسيح حين دعاه. وكذلك كان توما أحد تلاميذ المسيح، وقد جاء ذكره في إنجيل يوحنا، وتذكر قصته حين قال له المسيح بعد قيامته: هات إصبعك هنا وابصر يدي، وهات يدك وضعها في جنبي، ولا تكن غير مؤمن بي بل مؤمن. فأجاب توما: ربي وإلهي. وعندها قال المسيح تطويبته الشهيرة: لأنك رأيتني يا توما آمنت بي، طوبى للذين آمنوا ولم يروا. أما سمعان القانوني أو الغيور فيعتقد بأنه من قرية قانا، وقد جاء ذكره في إنجيل متى ولوقا ومرقس، وكذلك في أعمال الرسل. ويأتي ماتياس أخيرا في قائمة التلاميذ، ويتميز بأنه اختير بالقرعة بينه وبين برنابا من التلاميذ عوضا عن يهوذا الإسخريوطي الذي سلم المسيح، وكان يتبع المسيح منذ عمادته في نهر الأردن. ومن غير التلاميذ يأتي لوقا الإنجيلي، وتنسب له كتابة إنجيل لوقا وسفر أعمال الرسل، وكان يمتهن الطب، ويعتقد أنه أول من رسم أيقونة السيدة العذراء مع الطفل يسوع. انضم إلى الرسول بولس وساعده بالتبشير في معظم رحلاته. عاش حياة البتولية ومات عن عمر يناهز 84 سنة. أما كاتب إنجيل مرقس فهو البشير مرقس، ويعتقد أنه ولد في قورينا بإقليم برقة الليبي، حيث كانت ليبيا أول موطن للدعوة المسيحية في قارة أفريقيا، ثم انطلق منها إلى مصر سنة 55 ليبشر هناك، حيث أصبح أول بطريرك فيها، كما قتل هناك سنة 68 ودفن فيها. وأخيرا يأتي الرسول بولس أو بولس الطرطوسي، وهو أحد قادة الجيل المسيحي الأول، كما يسمى برسول الأمم. ولد في طرطوس بين السنة الخامسة والعاشرة للميلاد، وكان اسمه حين ولد شاول. عمل كصانع خيم، وكان من اليهود المتشددين جدا، بل كان من أكثر الناس كرها واضطهادا للمسيحيين والمسيحية في بدايتها، لكن حياته تغيرت جدا عندما رأى السيد المسيح وهو في طريقه لدمشق، حيث دار بينهما حوارا قال له المسيح فيه: شاول شاول لماذا تضطهدني؟
فسأله بولس: من أنت يا سيد؟ فأجابه: أنا يسوع الذي أنت تضطهده، صعب عليك أن ترفس مناخس. ومن يومها تغيرت حياته، فأصبح من أعظم الشخصيات في العالم. وكذلك كل من يلتقي بالمسيح لا تعد حياته أبدا كما كانت، وذلك بالضبط ما حدث مع جميع الرسل. لقد كانوا أقرب الناس إليه، اتبعوا نوره وساروا في دربه، وبلغوا رسالته ونشروا بشارته، وشهدوا على قيامته، وماتوا في طريق المحبة، طريق السيد المسيح. وفي الخاتمة: سلام الله معكم، ولله المجد في الأعالي، آمين.